اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وفي عوده للذكريات مع الدكتور حافظ المدلج. حلقتنا اليوم مع الدكتور حافظ المدلج، ولكن راح نمر على كاس العالم، بان في يوم تاريخي مهم جدا حصول يعني الالمان حصلوا على البطوله في امريكا الجنوبيه امام الارجنتين، واقصى البرازيل بسبعه اهداف على ارضها. يعني اعتقد انه لو للبرازيليين يعني دور ولا رغبه كان يعني ما كتبوا هذا التاريخ نهائيا. يسرني نرحب مره ثانيه بالدكتور حافظ، اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. شكرا لتلبيه الدعوه. ايضا الحقيقه ارحب من البرازيل زميلنا العزيز الاستاذ تركي العجمه. تركي مساك الله بالخير ويعطيك العافيه. تركي تسمعني؟ هلا والله علي، مسيك الله بالنور والسرور انت والدكتور حافظ والمشاهدين. اسمعك علي. نعم. ارحب فيك وفي المشاهدين وبالدكتور حافظ المدلج. نعم، احنا نرحب فيك ونقول لك يعطيك العافيه. وبالمناسبه طالما انه انتهى كاس العالم، انت كنت مع مين في كاس العالم؟ والله انا مع نفسي صراحه، يعني مع الفائز. انا شاري قمصان المنتخبات كلها. واللي يفوز. واليوم كنت مع مين؟ فالظاهر اني بشجع الليله وبكره المانيا. انت متى جاي؟ بكره ان شاء الله ولا بعد بكره؟ مع الفائز والله ما يفرق معي كثير يعني من اللي. طيب المفروض اكون في الرياض الاربعاء ان شاء الله. طيب عموما الله يجيبك بالسلام. احنا اليوم حلقتنا ممتده وراح نعود لك مره ثانيه، بس خلينا نبدا ندغدغ الدكتور حافظ شيء بالذكريات. قبل ان ابدا معك خلينا نشوف الحقيقه، يعني دائما شعرت لما كان النشيد الوطني لالمانيا شعرت بحماس، كلهم يؤدون النشيد. الارجنتين شويه تضعضع، لكن ربما الميوزك حقه مختلف، خلى من هذه. في نفس الوقت في الرياض تحديدا حاولنا ان نشوف السفارتين ايش مسوي. الالمان عاملين حفله كبيره من بدري وداعين لها ناس كثير ومستعدين استعداد مهول. كلمنا جماعه الارجنتين ابدا يعني ما هم قررين يعملون شيء ولا اي حفل ولا كانه ما في حدث. لذلك خلينا نبارك لالمانيا واستاذنا. كنا نشوف هذا التقرير من الرياض من السفاره الالمانيه وتصريح ايضا بالسفير الالماني، نتابع. فيك تعطي Put your flags up in the sky, put them in the sky. Anyway, I think that Germany will win. I hope that Germany will win. Judging on the first 15 minutes of the game, if we win 1-0, I'll be very happy. I think the team has played fantastically. Very strong individual players, but very strong playing together as a team, as a Mannschaft, as we say. And I think they're about the best advertisement we could have for Germany, the way they've performed, the modesty that they've shown, so that's great. And if I may, thank you very much to our friends in Saudi for supporting our team also tonight. Müller, I'd be very happy to see Müller score. I'd be even happier if Klose also got a goal, both of them. I think it's going to end up 2-1 Argentina. I'm not sure if Germany is winning because now we're 20 minutes and no goal. Germany, for sure. Germany. 3-1 at least, and Germany will win, of course. Müller? Müller will score and Klose will score. It will be Germany 3-1 easily. Klose will make one goal, and the last one, it's maybe the goalkeeper will do one goal, the last one. Germany will win, and I don't know, 3-1. Yeah, Germany, of course, will win 5-1. 5-1, big result. Sorry, yes, because we won 7-1 against Brazil. Definitely Germany. Why? There's no why. Come on, you saw what happened before? Results. Well, let's hope for a 0 for Argentina and as many numbers as possible for Germany, I don't know. I think it's going to be 2-1 to Germany. Müller, Klose or another? Müller. 2-1 I think as well, and Klose and Müller are going to score. Germany or Argentina, نهائي. And شكلك أرجنتيني. مصميم. يعني إن شاء الله الأرجنتين هي اللي راح تفوز. طيب أنت في السفارة الألمانية كيف كذا؟ حلو. البطولات اللي قبل الأرجنتين سوت مستوى مهارات وكذا وما أخذت. المونديال هذا ما سوت شيء، بس قالوا ليش نتعب؟ خلينا ناخذ الفاينل على طول مرة واحدة.
تتوقع ارجنتيني؟ باذن الله ارجنتيني. ان شاء الله المانيا. Good luck. اهلا بكم من جديد. هذا كان رصد شكل الزملاء على التقرير. خلني ارجع بك شوي للذكريات. يعني حلقتنا اليوم طويله متكلم عن الرياضه. تصالحت مع اسمك ولا لسه؟ والله اعتقد اني تصالحت اخيرا يعني يمكن يعني في البدايه طبعا انا كنت في حاله من الرفض. انت ضحيه رغبه الوالد، هو ملهم بالشاعر حافظ ابراهيم. صحيح. فسماك حافظ انه والله أنا حتى عرضت بعد ما يعني بعد ما كبرنا شوي، أنا أخوي ناصر شاعر وشاعر شاعر يعني، فعرضت إن إحنا نبدل أسماء، هو يصير حافظ إبراهيم وأنا أصير ناصر إبراهيم أو ناصر المدلج، لكن الوالد يقول أنا معروف باسم أبو حافظ أكثر من إبراهيم المدلج، فرفض إنه يتنازل عن الكنية. ولما الواحد يعني الآن يعني مضى في العمر وصار يعني لحد ما معروف، فصارت يعني حافظ المدلج احسن من انه يكون اسم مكرر، لان عندنا في المدلج اكثر من ناصر واكثر من عبد الله واكثر من محمد وخالد وكذا، لكن ما في يمكن السعوديه فيها 3-4 حافظ يعني. طيب ايش قصتك مع المشرف على رساله الدكتوراه لك؟ يعني كان يبدو لي قصه مأساوية شوي. والله شوف يعني الدكتوراه في بريطانيا تعتمد بشكل كبير على المشرف، لانه هو اللي يصمم الرساله وهو اللي يشرف عليها وهو اللي تمشي معه خطوه بخطوه، اذا كان حرك وسريع بتخلص بسرعه، واذا كان بطيء ويدقق ويطلب تعديلات كثيره بتتاخر. لما وصلت الفصل الاخير كان الفصل السابع، رجعت للسعوديه في رمضان، وزميلي الله يذكره بالخير حسن الشيخ كان متخرج من نفس المشرف، يعني اخذ الدكتوراه باشراف نفس المشرف. فجاء يوم من الأيام كلمني في رمضان قال بمرك في البيت، ايش عندك؟ الله يحييك وكذا. فجاء قال انا ترى البارح حلمت في المشرف باري تيرنر وحلم ما عجبني، فدقيت عليه وتعرفت انه توفى. فنزل الخبر علي نزول الصاعقه. طبعا كلمت عائلته وعزيتهم ورجعت لبريطانيا بعد العيد مباشره. الجامعه عقدوا لي بانل من الدكاتره اللي موجودين عشان واحد يتبنى مشروع الرساله. اللي تبنى مشروع الرسالة دكتور اسمه فيليب فريم، وكان جديد ومتحمس، فغير الرسالة فوق تحت. فبدل ما أتخرج في 95 تقريبا اضطريت أن أتأخر إلى 97، سنتين من التعديلات اللي أحدثها المشرف الجديد. فكانت وفاة يعني باري تيرنر يعني لخبطت كل الأوراق، ويعني تمنيت وقتها أني لو بكرت شوي وشديت الحيل شوي وأني خلصت قبل أجي للسعودية، لأني كنت على وشك أني أخلص. بس اليوم ليش انت التخصص حقك بعيد، يعني بعيد عن حتى ظهورك الاعلامي، عن تخصصك، عن يعني انت متخصص في الاقتصاد الاسلامي جامعه الامام، وانا اعرف انه الاقتصاد له ارتباط وثيق بالرياضه، لكن يشعر في بعد يعني ما انت في شوف هو الاقتصاد الاسلامي يعني في مرحله البكالوريوس، مرحله الماجستير في جامعه جنوب كاليفورنيا يو اس سي كانت في اداره الاعمال بشكل عام، رساله الدكتوراه كانت في الديسيجن ميكينج في صناعه القرار، فهي خليط من اقتصاد على إدارة على يعني إدارة أعمال ويسمونها organizational behavior اللي هي السلوك الإداري. لكني مو لعب كرة القدم ومو لعب مانشستر يونايتد تحديدا، فلما رجعت كتبت مقال لجريدة الرياض عن الاستثمار في الرياضة اللي ينشر في الصفحة الاقتصادية، يعني هذه كانت هدفي وهذه كانت ميولي، ولا كنت رايح للرياضة أبدا. فالله يذكره بالخير ويمسيه بالخير الأستاذ عبد الوهاب الفايز كان هو المشرف على الملحق الاقتصادي في الرياض، ورفض المقال وقال لي تبغى تكتب الآن وقت سوق الأسهم ونبغى مقالات اقتصادية وكذا، مقال رياضي ذا مو بمكانه. وأنا طالع أبو تركي الله يذكره بالخير أحمد المصيبيح قابلني وأنا أعرفه معرفة بسيطة، وقتها يعني كنت أتعاون مع الرياض وأرسل مقالات وأنا بأمريكا وأرسل مقالات وأنا في بريطانيا، فقال لي وش فيك براكان؟ قلت والله يا أخي الموضوع كذا وكذا وكذا، قال لي ورني المقال، فأعطيته المقال، قال لي تقدر تكتب زي المقال هذا كل أسبوع، القرار هذا اتخذ وحنا واقفين عند باب الجريدة. قلت يا أقدر، قال خلاص رسل لي 3 مقالات على نفس الخط وبعدين يصير بين اتصال. رحت للبيت وكتبت 3 مقالات في الاستثمار الرياضي، فقام أحمد المصيبي واختار عنوان زاوية الرياضة والاستثمار، وكان مقال بدأ يوم السبت في يعني شهر 7 أو 8 من عام يعني 1997، وإلى اليوم وأنا متخصص في المجال. ف98 جاء كأس العالم
وكان ما عندنا اصلا تلفزيون، كان عندنا غصب واحد وغصب اثنين. فالقناه الرياضيه القناه السعوديه الثانيه كان فيها برنامج بالليل بالانجليزي يغطي كاس العالم. فاتذكر سلمان المطيويع كان هو اللي قدم برنامج وكان مع حسين الشمري، فطلبوني قالوا بما انك تتكلم انجليزي نبغاك تصير ضيف لبعض البرامج، انا وايضا صالح الحمادي ومجموعه قليله من اللي يجيدون اللغه. فبعد ما ظهرت برضو يعني صار هذا الظهور التلفزيوني الاول. وشوي شوي 2001 تفاجأت باتصال من منصور الخضيري الله يذكره بالخير، وقال لي ابغى اسمك رباعي، وانا ما اعرف منصور ولا اعرف ولا واحد في رعاية الشباب، ولا عمري دخلت رعاية الشباب ولا اتحاد القدم. في 2001 كلمني في بداية فبراير، يعني 1 فبراير، قال لي ابغى اسمك رباعي وين تشتغل وكذا. قلت لي ايش؟ قال الساعة 1 الظهر بيعلن الامير سلطان بن فهد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وانت عضو. قلت له ما حد علمني، قال الشيوخ ما يشاورون يعني هذا امر ولازم تقبله. وكانت عاد بداية، ودخلت الاتحاد وشوي شوي صار اتحاد آسيوي وصار اتحاد دولي، ويعني الحمد لله يعني من نجاح إلى نجاح، لكنها كانت محطات بدأت بباب مقفل في الملحق الاقتصادي في جريدة الرياض. ولذلك أنا أقول للكل إذا تسكر في وجهك باب ترى يمكن ربي رايد لك الخير يفتح لك باب أحسن منه. نعم صحيح. لكن أيضا الحكي عن الاستثمار في الرياضة بدأت من خلال مقالات صحيح. وربما انتهى إلى ما هو عليه اليوم، وإن شاء الله المستقبل شاء الله. أفضل. لكن أيضا عندك تجربة مرت كذا سريعا اللي هي تجربة التقديم التلفزيوني. صحيح. كانت في قناة اقتصادية وقت ما كانت يعني صحيح. اقتصادية، ما هي باقتصادية السعودية، اقتصادية صحيح. اللي كانت قناة قائمة بحد بذاتها يعني قطاع خاص. كيف كانت التجربة؟ والله شوفوا قبلها ترى تجربة ثانية يمكن ما شافوها ناس كثير. أنا برضو كتبت مقالات كثيرة عن القناة الثانية وانه تخصيص القناة الثانية، وبعدين انتقلت الى ان يطالب بانشاء قناة رياضية، انشاء قناة رياضية، انشاء قناة رياضية. ففي يوم من الايام نادوني التلفزيون السعودي الله يذكره الله يرحمه الاستاذ محمد الامين كان وكيل الوزارة، قال انت كل يوم تكتب عن انشاء القناة الرياضية، تعال نبغى ننشئ قناة رياضية. وشكلوا لجنة من 7 اشخاص كان فيها منصور الخضيري وانا وعبد الله المقحم والمسلط وخالد الدوس، مجموعة السبعة هذول اشتغلوا ليل نهار على انشاء القناة الرياضية. وكانت قناة أرضية يعني ما هي على المهيب بالستلايت. وطلب مني أني أسوي برنامج، فسويت برنامج اسمه قضية وحوار كان يوم الاثنين، وكان هذه البداية. بس مثل ما قلت لك قناة أرضية وفي البدايات فيمكن ما كثير ناس شافوا البرنامج. وبعد كذا صارت القناة الاقتصادية، فقدمت برنامج الرياضة مع حافظ المدلج، وبعدين قدمت برنامج اقتصاديات الرياضة. ويمكن هذه كانت يعني هي تجربتي مع التقديم. لكن أنا ما أشوف نفسي يعني مقدم زي ما أشوف نفسي ضيف، ولذلك حتى وأنا أقدم تلاقيني أحيانا يعني أعطي رأي. نعم. والمفروض أنه أنا ما أعطي رأي، لكن ما كنت أقدر، خصوصا لما يكون الحوار بالذات في موضوع زي اقتصاديات الرياضة وكذا، تجد يعني أطرح أرقام ومعلومات، فأجد نفسي أكثر في الحضور يعني المؤقت ولا الالتزام ببرنامج. نعم. طيب الآن أنت دخلت الموضوع بحماس وقادك إلى منصب وكل شيء. قبل لا أسأل السؤال اللي هو مرتبط بالتخصص، خلني أسألك على الاتحاد الآسيوي. أنت موجود في الاتحاد الآسيوي، لكن هل صحيح عندك رغبة أنك تتخلى عن المناصب؟ والله شوف أنا يعني الكل يعرف أنه أنا إنسان صريح وصريح جدا. العمل الدولي لا يعتمد على شخص، يعتمد على منظومة. إذا لم تكن المنظومة كلها تدعم هذا الشخص، يعني أنت خلنا نقول منظومة فضفاضة، تقصد أنه حكومة وراك؟ حكومة وحتى اتحاد القدم. يعني أنا أقول أنه في البدايات الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل يعني كانوا يدعموني، وكان في مناسبات يعني أتذكر أنه بلاتر لما يجي السعودية أول واحد يكون موجود أنا، ولما يكون مسؤول رياضي آسيوي موجود يعني يكون متواجد. اليوم أنا قاعد أشوف أنه مثلا أعطيك أمثلة وأنا تعودت أن يكون صريح، الشيخ سلمان الخليفة جاء للسعودية 3-4 مرات، ما حد يقول أنه ترى أنت يا عضو مكتب التنفيذي تعال احضر استقبال سلمان الخليفة. جاء مرة الجدة، جاء مرة يحضر كأس ولي العهد، جاء قبل أمس. إلا أنه أنا أحاول، ولا أنه أنا أتصل، ولا أنه أنا أقول يا جماعة الخير ما يصير، ولا أحد ثاني يعني يتكلم، وإلا ما حد يقول لك ترى العمل هذا عمل العلاقات الدولية. أنا سفير للسعودية في الاتحاد الآسيوي، إذا جاء رئيس الاتحاد الآسيوي يفترض أنه أي شغل لا بالاتحاد الآسيوي لازم يكون يعني. طيب هذا ما هو بالاتحاد الآسيوي؟ لا، الاتحاد الآسيوي يعني رئيس الاتحاد الآسيوي جاي يبغى مثلا
يبارك للأمير عبد الله بن مساعد برئاسة العام لرياضة الشباب أو جاي يحضر كأس ولي العهد. ولكن أنا أقصد إنه بان كي مون لما يبغى يجي للسعودية اليو إن هنا يطلعوا له المطار من خلال اليو إن في نيويورك بلغوه. مو مثلا السعودية قالوا تعال يعني. لا بس هذا لو كان الشخص عمله في طيب في أنا الحقيقة هذه مفروض نقولها بالمحاكمة، بس ليش اليوم في حكي في المجالس إنه أنت ولا حتى الناس اللي مروا ما غطيته فراغ عبد الله الدبل؟ شوف يعني عبد الله الدبل شخصية عظيمة ورجل يعني بدأ بفترة مبكرة جدا وكسب خبرات متراكمة، وكان يقف جنبه أو خلفه أو أمامه أو معه شخصية عظيمة أخرى المغفور له بإذن الله فيصل بن فهد. الشخصيتين هذولي كانوا مع بعض يكملون بعض ولذلك كان هذا النجاح. لا يمكن يتكرر فيصل بن فهد ولا يمكن يتكرر عبد الله الدبل، مع أنه أتمنى أنه يتكررون وأتمنى أن احنا الرياضة السعودية. كيف علاقتك مع الأمير عبد الله بن مساعد؟ ممتازة جدا. تتوقع أنه تكررون نفس الدوتو اللي تكلم عنه؟ والله شوف يعني أنا عبد الله بن مساعد لما اجتمع أمس مع أو قبل أمس مع يعني الشيخ سلمان الخليفة في المكتب استدعاني وجيت للمكتب وحضرت الاجتماع، وكان في حوار يعني مهم عن زيادة عدد الممثلين للاتحاد الآسيوي في آسيا. أنا أبغى أقول كلمة مهمة، أنه من أول ما دخلت الرياضة عمري ما فكرت في نفسي بقدر ما أفكر في الشباب، أني أفتح مجالات أو أبواب لعدد أكبر من الشباب، لدرجة أنه واحد يعني من الناس اللي مثلا من الرعيل الأول كان إذا طلعت في برنامج وتكلمت قلت والله إحنا فتحنا مجال مثلا فيفا ماستر بروجرام وخرجنا منه 3-4 شباب وأرسلنا واحد لليفربول يونيفيرستي واحد لأوريغان وجبنا شباب كويسين، بعد البرنامج يكلمني يقول أنت ليش قاعد تقول كذا، هذول الناس ترى بيأخذون مكانك. أنا أقول على عيني وراسي أنا أبغاهم يأخذون مكاني. أنا لم آتي لا للاتحاد الآسي ولا الاتحاد السعودي عشان أتمسك في الكرسي وقعد فيه. أنا تركت على فكرة رابطة الدوري المحترفين والاتحاد السعودي بطوعي، ما أحد قال لي اترك. وهذا يقودني للسؤال، هل هذا لما واحد شاب يجي من بريطانيا ودارس في أمريكا وشايف من زاوية ثانية العالم كيف يتحرك اقتصاديا في اقتصاديات الرياضة ويكتب مقالات ويصل لصاحب القرار في المعني بالرياضة وبعدين يوصل مرحلة كأنه كل أو مل، هل فعلا البيئة لا تشجع؟ هل يعني في معوقات كثيرة إذا هذا الحد؟ يعني الأمير عبد الله قبل تولي منصبه الحالي معني بملف الاستثمار خاصة فنلندية، ولكن كل ما قرب التطبيق كل ما تأخر القرار، وكأنه يعني ما عندنا بنية واضحة، ما عندنا حرية قرار، يكاد لا يكون يعني عندنا مساحة للإبداع في هذا الجانب. هل هذا ما دعاك أنك تنسحب من رابطة المحترفين؟ والله شوف رابطة المحترفين يعني أنا بدون فخر أنا اللي أسست رابطة المحترفين، يعني قبل ما يجي حتى محمد النويصر كنت أنا اللي موجود واللي رتبت أوراقه في البداية، وأنا اللي اقترحت على الأمير نواف فيصل أن محمد النويصر اللي يمسكها لأنه هو الرجل الأفضل، والحمد لله ثبت أنه هو الرجل الأفضل. لكن أنا دوري في مجلس إدارة الرابط أنه أنا ممثل الاتحاد ومرتبط هذا التمثيل بوجودي في الاتحاد الآسيوي. لما تغير الاتحاد وكان يبغى يجي اتحاد جديد أنا سألت نفسي أنا أمام خيارين، يا أدخل الاتحاد الجديد وأستمر في اتحاد كرة القدم السعودي وبالتالي يستمر مع التمثيل في الرابطة أو أترك الاثنين معا. وأنا صراحة ما كنت أشوف أنه يعني اتحاد القدم أقدر أقدم فيه أكثر من اللي قدمته وفق المعطيات اللي أنا قاعد أشوفها، ولذلك رأيت أنه الأفضل أنه أنا أركز خارجيا وأترك الاتحاد المحلي. وأنا اليوم أسمع كثير يعني حتى على مستوى يعني في الخليج وكذا أنه ناس يقولون والله ترى يعني مثلا منصبك في الاتحاد الآسيوي مطموع فيه، أنه في ناس حاطين العين عليه وبيأخذون. وأنا أرجي وأقول اليوم وأنا في روتانا خليجي يمكن هذا يعني المرة الأولى اللي أقول الكلام هذا، أنا يعني أقدم هذا المنصب على طبق من ذهب لمن يخدم المصلحة العامة أكثر مني وهم كثير. أتمنى أنه يأتي لهذا المنصب شخص أصغر مني وأفضل مني، يتكلم لغة إنجليزية وأعلى مني يعني قدرة في التعامل مع الملفات هذه، لا يذهب المنصب ولا أي منصب خارجي للمجاملة. أنا أخشى ما أخشى. هذا إثار ولا تواضع ولا غرور؟ لا والله لا، أنا أقول هذا الصح، المصلحة العامة وين؟ طيب. أنا ما على فكرة أنا أقول لك الآن في إبريل القادم راح تكون، أنا اليوم أقول يا جماعة الخير أنا لا أريد هذا المنصب، ولكني مصر على أن لا تكون هناك مجاملة
لمن سيأخذ هذا المنصب. وفي ناس أنا إذا طلب مني الأمير عبد الله بن مساعد ولا حتى الأستاذ أحمد عيد قالوا لي من ترشح، أنا عندي 3-4 أسماء أقول هذولي مؤهلين لأنهم يملكون هذه الصفات وناس اشتغلوا في الاتحاد الآسيوي وشاركوا في مسابقة، لكني لا أخشى ما أخشى أنه إحنا يعني أيضا تطغى المجال. أنا اليوم أعطيك مثال، اليوم منتشر هاشتاج يمكن لك كم يوم أنه النقل التلفزيوني راح للإم بي سي لمدة 10 سنوات. إذا صار هالشيء فإحنا الآن رجعنا لنقطة الصفر من البداية. ليه؟ إحنا قاعدين نقول نبغى نطرح حقوق النقل في منافسة ونبغى نجيب أعلى رقم ونبغى نوقع عقد من 3-5 سنوات فقط علشان حقوق النقل تزيد وتكبر. اليوم يطلع أحد يقول لي والله إنه خبر شبه مؤكد إنه إم بي سي بتاخذ حقوق النقل ب 200 مليون في السنة لمدة 10 سنوات، أنا أقول إنه هذه غلطة كبرى. مع العلم عن العلم حسب بعض المصادر أعتقد إن الأمير عبد الله يمكن عنده مشروع جاهز يلبي الفكرة اللي تقول. عموما أنا وقت الفقرة هذه انتهى، أستاذنك وأستاذنا المشاهدات والمشاهدين في فاصل، ونعود بعد الفاصل راح نكون مع ترك العجمة في البرازيل، تابعونا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن كأس العالم، ضيفنا الدكتور حافظ المدلج، أهلا وسهلا بك. وأيضا زميلنا العزيز من البرازيل ترك العجمة. ترك العجمة وفريقه من لهم أكثر من شهر يعني يقدمون لنا مواد من البرازيل وتغطية متواصلة عبر برنامج يومي بين السعودية والبرازيل. قبل أن نذهب إلى ترك العجمة خلونا نشاهد هذا التقرير عن رحلة فريق كورة، نتابع. اليوم لو أحد يقول لي قبل 4 سنين أنه ممكن نطلع لايف مباشر من البرازيل يمكن أقول كان حلم، لكن الحمد لله تحقق الحلم. أتعلم برتغيز الحين، أتكلم كلمات يعني أتعلم يعني أعرف الكلمات اللي تفكني بس من المكان اللي أنا فيه، لما يعني أوبريغادو أعلموني أوبريغادو يعني شكرا، وتا تا يعني طيب. إذا يعني إذا شفت واحد يبي تبي تسل، خلينا نقول كذا باللهجة العامية، تبي تسلك الواحد وانت فاهم ايش قلت تقول له تا تا يعني طيب طيب خلاص مفهوم. لأنك بالبرازيل أعتقد أنه يمكن ترك العجمة. بس أنا عادة يعني بعد ما يخسر المنتخب أحب أتعاطف معاه، يعني ثاني يوم بعد الخسارة ألبس قميص المنتخب الخاسر من باب التعاطف، بس اليوم والله مو من باب التعاطف. اليوم تعرف يعني هذا هو جواز المرور في الشوارع البرازيلية، أسلم شيء أنك تلبس كذا وتمشي بالشارع، لأن أسوأ شيء ممكن اليوم تسويه أنك تلبس قميص المنتخب الألماني أو الأرجنتيني. لقاءنا اليوم مختلف شوي، مهم ويعني رياضي، بس أنه من جانب آخر مختلف. جايين يحضروا كأس العالم ويستمتعوا. يقول فرنسا مالي مالي ليغو ليغو You have arrived, it's the place, no more doubts, the time is coming, you have a planet, become one like a drum, destiny is calling, German, Colombian, Spanish and French, off the bench, you gotta own it, down here we play, like we dance, it's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? مع كورة مع كورة مع كورة مع كورة مع كورة ومع كورة مع كورة عيشها 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 في البرازيل عيشها في البرازيل مع كورة عيشها في البرازيل مع كورة عيشها في البرازيل. كيف شفت تغطية كورة؟ والله شوف أنا قلت يمكن في أكثر من مناسبة أنه أفضل من غطى كأس العالم بعد بي إن سبورت اللي عنده الحقوق هو روتانا، لأنه بقية القنوات أو حتى يعني الإذاعات أو غيرها يعني ينقلون الحدث
مثل ما يتلقى أي شخص، بس يلبسونه لباس يعني تلفزيوني، لكن أنك ترسل فريق وفريق متخصص ويبذلون هالجهد ويخاطرون بأنفسهم، أرجع وأقول له مرة ثانية وعاشرة، لأن فعلا البرازيل ما هي بمكان، يعني أنا دائما أقول البرازيل أفضل حالة تسويقية ممكن واحد يشوفها، لأن الناس اللي يشوفون الشواطئ في الجراء في الصور، ولو تدخل على جوجل وتكتب برازيل إيميجز بتطلع لك أشياء مرة جميلة، لكن الواقع هناك غير. يعني اللي راح يعرف أنه الإنسان يروح هناك ويدعي على قلبه، لكن هذول أنا أعتبرهم يعني جنود إعلاميين قبل ما يكونون يعني يعني نجوم إعلاميين. وأنا أعتقد أنه روتانا محظوظة، يعني طبعا أعتبر عراب الإعلام السعودي كله تركي الشبانة اللي فكر بهالفكرة، ويعني كان عنده الجرأة أن يطبقها، واختار صراحة الفريق المناسب، لأن تركي العجمة أيضا إنسان جريء وممكن يخاطر، وفعلا أنا أعتقد أنه اللي سووه عمل بطولي، والله يرجعهم لنا بالسلامة. بس عاد تركي يقول تركي العجمة ما يحب الأكل البرازيلي، أنت أظنك تختلف معه؟ والله شوف، أنا من النوع اللي يحب اللحوم والمشويات، والبرازيل مشهورة بهذا الشيء، أنا استمتعت جدا بالأكل البرازيلي. لا أنت تبغى توصل لي أن تركي العجمة نباتي يعني مثلا؟ لا مو بنباتي، بس حقيقة صحون كرة تشهد يعني. أنا خلني تركي تسمعني؟ طيب بالله يا شباب، بس إذا جهز تركي بس نبغى نسمع يجون قلنا الأجواء هناك الآن، يعني لماذا فازت ألمانيا اليوم؟ شوف، واحدة من أجمل الكلمات أو يعني العبارات اللي شفتها وحتى بالصور تناقلوها الناس في تويتر، أنه البرتغال عندها كريستيانو رونالدو، والأرجنتين عندها ميسي، والبرازيل عندها نيمار، بس ألمانيا عندها فريق. ألمانيا ما فيها نجم، يعني فيه مولر وفيه كلوزا وفيه أوزيل وفيه كروس وفيه يعني لام وفيه نوير الحارس اللي أعتبر من أفضل حراس العالم إذا ما كان أفضلهم، لكن هم يلعبون كلهم كفريق. لكن أنا ما أبغى أيضا تغطي علينا يعني الفوز الأخير وإحنا نقول والله، يعني كان بالإمكان الأرجنتين تفوز، يعني جت فرصة لهجوين وجت فرصة لميسي كانت تنهي المباراة، جت حتى فرصة ثانية رقم 18 نسيت ما حضرني اسمه الآن، يعني انفرد ولعبها فوق الحارس وطلعت يعني صحيح. فواحدة من الفرص الثلاث هذه كانت صحيح، تجيب الكأس. هو شوف، هو السؤال أو الإجابة المنطقية، لو فازت الأرجنتين من فرصة كان فاز، كان صحيح. الحظ لعب دور صحيح، بس كان كل الناس حتى اللي ما يتعاطف مع ألمانيا يقول لك ألمانيا صحيح. هذه يعني أنت متخصص في الجانب الاقتصاديات، دائما يقال إذا كان الاقتصاد بخير في بلد ومتين ومستمر كل الأشياء بعد ذلك تكون جيدة، يعني الاستقرار السياسي يكون جيد، وأيضا النجاحات الرياضية تكون مميزة. طبعا في أحد الآن راح يقول لي أنه في دول كثيرة في العالم اقتصادها مضروب ولكن ما نجحت، وفي دول اقتصادها ممتاز. احنا اليوم ما نتكلم فقط عن كرة القدم، يعني الصين في الأولمبيات تحقق نجاحات كثيرة، نتحدث أيضا عن شيء مهم وهو الاستمرارية. ألمانيا، هولندا يصلون للنهائي، يقدمون فريق كويس، ممكن يطلعون ضربات، لكنهم حاضرين دائما. صحيح. شوف، ألمانيا يعني يمكن من الأشياء الغريبة اللي أنا لاحظتها، أنا رحت حضرت يمكن حوالي 12 يوم في لبنان، وفوجئت بأن الشعب اللبناني غالبيته بدون مبالغة، يعني إذا قلت لك 70-80% من اللبنانيين يشجعون ألمانيا، واستغربت. يعني أنا قلت يعني في حوالي 6 مليون أو أكثر يعني مغترب لبناني في البرازيل، واللبنان قريبة في عاداتها ومن إيطاليا ومن أسبانيا ومن الدول القريبة. المخرج باللبناني يقول لك 9 مليون في البرازيل. 9 مليون، طيب زين، 9 مليون لبناني في البرازيل ومع ذلك شجعون ألمانيا، واستغربت. فسألتهم، لأن أنا كنت أيضا في لبنان 2006 ما كانوا يشجعون ألمانيا، في 2006 كان طبيعي الناس يشجعون البرازيل ويشجعون إيطاليا ويشجعون يعني البرازيل وإيطاليا أكثر شيء، ويشجعون أسبانيا في 2006. 2014 يعني بعد 8 سنوات فوجئت أنه الغالبية يشجعون. فأسأل اللبنانيين ليش يشجعون ألمانيا، قالوا إحنا نشوف أنفسنا كشعب لبناني، نشوف أنفسنا في الشعب الألماني، نبغى نصير زي الألمان كشعب، نبغى نصير نصنع أفضل الصناعات، ونبغى نكون أكثر الناس احترافية، ونبغى نكون أكثر الناس يعني استمرارية. لما تقول الماكينات الألمانية، لأن الماكينات ما توقف، يعني ألمانيا حظ السعودية السيء في 2002 لعبت قدام ألمانيا 4-0 الشوط الأول، الشوط الثاني جابوا 4 ثانية، قدام البرازيل 5-0 الشوط الأول ما وقفوا وكملوا. الألمان
ما يتأثرون. والله بس الحين ألمانيا أهدت هدية فاخرة جدا وباذخة للمسؤولين عندنا، يعني كلهم في السنوات الجاية راح يتعذرون. اي صحيح، حتى البرازيل. اتفق معك، انا واحد من الناس مو بالماني، لكن لما ضيع وزيل الهدف الثامن قدام البرازيل يعني صرخت بغضب، لاني كنت ابغى يسجل الثامن عشان الناس تتساور الروس يعني. اي نتصور لوثر ماتيوس يعني اكثر لاعب الماني لعب في كاس العالم، كان كاتب في تويتر باقي هدف وتصير البرازيل السعوديه الثانيه او ذا نيو سعودي اريبيا. الالمان تجربتهم ممتازه، ولذلك على فكره في رابطه دوري المحترفين مع زميلي واخوي محمد النويصر دائما نحاول يعني ناخذ بعض الافكار الالمانيه. ويمكن مشروع الملاعب ال11 هذه ترى بدايتها ترى بدات من مشروع الماني، يعني اتذكر انه جبنا يعني انا جبت اي ام جي للامير نواف بن فيصل، اي ام جي بنت في المانيا 36 ملعب ب 2.7 بليون دولار، يعني تقريبا حوالي 10 مليار ريال. كم ملعب؟ كم؟ 36 ملعب. في مشروع بدا في 96 وانتهى في 2006 مع كاس العالم، ال 36 ملعب هذه منها 13 ملعب وقيم عليها كاس العالم. بس هذه مواصفات المانيه، مواصفات السعوديه. مواصفات المانيه انا مواصفات السعوديه اغلى ترى. انا عارف انها تكون اغلى. لا في تبعات. لكن انا بقول لك شيء، انا جبت اي ام جي للامير نواف فيصل في مكتبه وقال احنا نحتاج 15 ملعب، قالوا احنا ممكن نسوي لكم 15 ملعب من 20,000 الى 60,000، ممكن يكون عندنا ملعبين 60,000 والباقي 20 25 30 ب 1 بليون دولار 15 ملعب. وهذا الكلام موثق ومسجل ومعروف. وراحت الشركه لكنها وتكلمت اكثر مره في اكثر من وسيله اعلاميه، قلت يا جماعه الخير ترى فيه مشروع بهذا الحجم. لما يجي اليوم الامير الملك عبد الله قاعد يحقق طموحات، يعني انت تحلم في شيء وتقول ابغى يصير، الملك عبد الله يقول لك صار. فال15 ملعب اللي كنا نبغاها الان صارت 11، و11 كثيره وزينه. المهم ان ال11 هذه تنفذها ارامكو، اعتقد ان شاء الله يكون تنفذها باذن الله. لكن هل مشكلتنا دكتور حافظ في الملاعب؟ يعني انا اعتقد الملاعب ملعب مهمه جدا. الملعب هو عصب الاستثمار الرياضي في الأندية وفي الدول وفي الاتحادات وفي الرابط. إذا عندك ملاعب، إحنا مشكلتنا مثلاً في السعودية ملاعبنا، يعني لما تجي تشوف ملعب الأمير عبد الله الفيصل الآن لنا سنتين نعدل فيه مباراة تعدل، تشوف أندية زي مثلاً العروبة ولا زي نجران ولا زي الفيصلي وعندهم ملاعب صغيرة مو بقادرين يستثمروا. طيب هذه الملاعب الجديدة يعني راح ترفع عنك الحرج، إنه عندك تصريح قلت ما نصه أن البوابات الإلكترونية للملاعب سوف تفعل خلال أشهر قليلة. صحيح. مرت الحقيقة يعني سنوات. شوف أنا أتفق معك، شوف موضوع البوابات يعني أنت في الشركة ما كانت أرامكو. شركة اسمها الخبير الرياضي جاءت وقالت أنا بسوي هذا المشروع. وقالت بسويه بدون ما تتحملون أنتم يا رعاية الشباب أو رابطة الدوري المحترفين أو الأندية ريال واحد. لكني أنا أباخذ التشغيل البوابات هذه وسأعوض قيمة، يعني مشروع اي بي او بعوض قيمة المشروع من الدخل حق المشروع، راح ارفع سعر التذاكر قليلا والى اخره. والشركة بدت، واحنا بناء على كلام الشركة اللي قالت خلال اشهر قليلة، واحنا رحنا، انا رحت كان في برنامج في العربية مع بتال في المرمى، رحت للملعب وجربنا بالسكان حق التيكت، كان جاي على رسالة جوال وحطينا الجوال على ذا وطلعت لنا التذكرة ورحنا جلسنا في الكرسي. والشركة كانت ركبت بوابة وقالت لنا خلال أشهر، ما أذكر التاريخ لكن كان نوفمبر سمتايمز، أنه في هذا اليوم راح تكون بوابات راكبة في الملعب. وذهب التصريح دراج الرياح. طيب في سؤال، كيف علاقتك بالخبير الرياضي؟ راحت الشركة، لأنه أنت متهم أنه الترتيب اللي بين الخبير والتلفزيون القناة الرياضية السعودية أنت كان لك نسبة من هذا الدين. يا ليت والله. أو أنا أولا يعني ليس لي أي علاقة في أني أوجه مشروع. أنا يعني في ناس قالوا لي ترى آي إم جي الحافظ المدلج، آي إم جي أعظم شركة تسويقية بالعالم، وأنا ما لي أي علاقة إلا أني أنا يعني واسطة خير أني أجيبهم. ولو كان يعني لي نسب كان ما صار، يعني كان يمكن ما صار هذا حالي. أنا من الناس اللي لا في يوم من الأيام لا أخذت من أحد، وسأخرج إن شاء الله من الرياضة وأنا لازلت ساكن عند أبوي في غرفة في بيت الوالد، ولا زالت سيارتي إلى الآن يعني معي لها 4-5 سنين يمكن ما خلصت أقساطها إلا قبل يعني فترة بسيطة. فلست ممن تكسب من الرياضة ولله الحمد، ولا في أي مشروع دخلته ولله الحمد. وأنا من الناس من أول ما تربيت وأنا صغير على أنه كل شيء ممكن يعني الواحد يعني إلا المال، لانه هذا اللي بتربي منه عيالك وبتاكلهم منه وكذا. طيب. فالخبير دخلوا في منافسه انتاج
والمنافسة المشرف عليها يعني وزارة الثقافة والإعلام، وفازوا هم وكان في منافسين لهم ولم يكن لي أي علاقة. بس أنا الشخص اللي كنت طلعت في التلفزيون وفي القناة الرياضية وقلت لازم تجي شركة عالمية مع شركة سعودية ينتجون الدوري السعودي. فجت المرحلة الأولى أندي مول وشركة عالمية ويعني معروفة ومع الخبير الرياضي، وكانت في شركات ثانية مع شركات أخرى، والتلفزيون السعودي هو اللي اختار أندي مول، زي ما أنا الآن اختار العالمية ومعها يعني فريلانسر ومخرجين أجانب وقاعدين يعني يخرجون منتجون. بس السؤال اليوم التركي معانا يا شباب؟ طبعا راح تخلص الحلقة وما شفنا تركي. برجع لك على مسألة الاستقالات أو الإعفاءات أو التعيينات. يعني حتى ينجح الأمير عبد الله بن مساعد، أنت يعني عملت مثلا مع الأمير نواف، لعلك تتذكر فترة أيضا الأمير فيصل بن فهد، أو هناك من جاي لك ويعرفها. يعني ما الذي يحتاجه الأمير عبد الله حتى ينجح، وكيف ممكن ينجح؟ اليوم المملكة وصلت الكأس العالم 4 مرات، حققت كأس آسيا 3 مرات، بعد ذلك غياب ونتائج مفزعة ومفجعة ومخيبة للأمل. دائما يقول لك إذا عندك دوري كويس طلع منتخب كويس. احنا نشوف بالبركة، مرة الدوري عندنا كويس يطلع منتخب غير كويس، ومرة الدوري غير كويس يطلع المنتخب. يعني الشاهد في القصة انه احنا ما عندنا مشروع، ما عندنا خط. والله شوف يعني مثلا الدوري كويس جيب منتخب كويس، كان افضل دوري في العالم هو الدوري الانجليزي، ومنتخب انجلترا جاب كاس العالم 66 وغيره ما جاب ولا شيء. فإذا كنا نبغى نعطف على موضوع حتى الدوري الإسباني ممتاز وجاب بطولة. والله أنا أشوف وجهة نظري الدوري الإسباني دوري توم وجيري، يعني دوري ريال مدريد وبرشلونة، ما أعتقد أنه يعني هو دوري يحظى بمشاهدة لأنه في جماهيرية كبيرة ريال مدريد وجماهيرية كبيرة البرشلونة. لكن كدوري أنا ما أعرف أنه مثل ممكن أحد يروح يتفرج على مباراة سلتا فيغو مع ملقا، مستحيل. يعني الناس يتفرجون فقط إذا لعب الريال أو لعب برشلونة، وكل العالم يتفرج لما يجي الكلاسيكو يلعب الريال مع برشلونة. لكن الدوري الإنجليزي أي مباراة في الدوري الإنجليزي تتفرج عليها وتضمن المتعة، فما في مقارنة أبداً. والدليل على كذا أنه أسعار بيع أو تسويق الدوري الأسباني ما تجي ولا 10% من تسويق الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي ما حقق بطولات ولا أفرز منتخب جيد، بس كبزنس مخيف الموضوع. ممتاز. طب احنا لا بزنس مخيف ولا بطولات ولا يعني ضايعين من كل الزوايا. لا معليش البزنس، يعني خلينا نتكلم صراحه. الدوري السعودي قبل ما تجي رابطه الدوري المحترفين كان دخله صفر. اليوم رعاه الدوري السعودي نفس رعاه الدوري الاسباني، راعي الدوري. اللي يرعى الدوري السعودي عبد اللطيف جميل والرعاه الاخرين المساندين اللي معه قاعدين يدخلون للدوري السعودي نفس المبلغ، إذا كان أقل بقليل من اللي دخل رعاة الدوري الأسباني اللي احنا نتكلم عنه. طب هذا الدخل وين مفروض يروح؟ يروح الأندية. طب هو اللي يروح الأندية؟ وأغلب يروح الأندية. وأنا أعتقد أنه كل ما احنا قربنا من تفعيل دور الأندية في مجلس إدارة كل ما الفلوس تروح الأندية أكثر. لابد أنه في البدايات يكون في صرف على تأسيس هذا الدوري. أنت علشان تجيب شركة زي KPMG تنظم الأندية مالية، وتجيب شركة زي الخليجية تنظم الأندية إدارية، وتجيب يعني تطور البيئة الملاعب وتجيب هالشركات هذه، لابد أن فيه فلوس تروح، وراحت فلوس لجهات أخرى غير الأندية. لكن اليوم مدام خلاص تأسس الدوري المفروض بعد كذا خلاص 1+1=2، يعني الفلوس اللي تجي معروف أن الرابطة ترى تقتطع 7% فقط من العائدات، 11% تروح للاتحاد السعودي لكرة القدم، الباقي يوزع كله على الأندية. كل ما بالتساوي ولا حسب؟ لا هو طبعا هي تعتمد في مبالغ او فيه يعني اكثر نادي كم اخذ؟ والله ما تحضرني الارقام، لكن اعتقد انه يعني اليوم اذا الدوري السعودي كنقل تلفزيوني بيع كحزمه مستقله زي ما هو موجود في كل العالم، انا ضد انك تبيع كره القدم السعوديه كلها الدوري والكؤوس والشباب والناشئين والدرجه الاولى والثانيه كنابة. حتى الدوري نفسه تقدر يعني تقدر تجزء. بس انا اقول لك لو الان خلنا نبدا خطوه خطوه، نقول الخطوه الجايه، يعني انا وجهه نظري طالما ان الدوري باقي عليه تقريبا شهر واسبوع، يعني 5 أسابيع ويبدا الدوري، فالمفروض اليوم ان احنا ما نبيع حقوق نقل التلفزيون، لان ما في شركه ممكن انها تجهز نفسها وتجي تنقل. فأنا أقول السنة الجاية ذي حلال على القناة الرياضية، لكن يفترض أنه الديوان الملكي أو وزارة المالية اللي تدعم تضاعف المبلغ، بدل 150 مليون
لأن بتروح الشباب السعودية يعطونهم 300 مليون، على أن احنا من الموسم القادم في نوفمبر الجاي بالكثير بالكثير ديسمبر نكون بايعين الموسم الجاي لثلاث سنوات أو لخمس سنوات، مو بعشر سنوات زي الكلام اللي يطلع الآن، لأنه هذا يعني نعم. سوري ما, ما ما ممكن يصير أنك تبيع عشر سنوات والسوق يتغير والسوق يتطور وتبيع من الآن لعشر سنوات، ما يعني هذا مو منطقي، ما في أحد في العالم يبيع الدوري عشر سنوات، لكن من ثلاث إلى خمس سنوات وتبيع حزم تقول الدوري الحالة وفلوسها تروح للأندية الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد لحالها وتروح للأندية اللي تشارك في كأس الملك وكأس ولي العهد ودوري الدرجة الأولى والثانية وإلى آخر هذه الحالة وتروح لهذه الأندية. بالحالة هذه أنت راح يكون عندك منافسة بين أكثر من ناقل وبيكون عندك حزم واضحة. المرحلة اللي بعدها بعد ما يخلص العقد أبو ثلاث سنوات أو خمس سنوات ممكن إحنا نجي نقول الدوري تعال إحنا نقسمه الفرق ألف وباء وجيم، ألف مع ألف هذه حزمة، ألف مع باء حزمة، ألف مع جيم حزمة، باء مع باء حزمة. الأيام حتى يعني عموما هو في أفكار كثيرة لهذا الموضوع، لكن أستاذنك وأستاذ المشاهدات والمشاهدين في فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا في حلقتنا الخاصه عن كاس العالم مع ضيفنا الدكتور حافظ المدلج، لكن ايضا مرينا على ملفات تخص الدكتور حافظ وايضا مع زميلنا العزيز صديق العزيز ستترك العجمه من البرازيل ان شاء الله يكون معنا بعد قليل. اخيرا ودي اسال، الحين الامير سلطان بن فهد استقال هو اعفي، والامير نواف استقال او اعفي، ما يهم من استقال ولا اعفي، والان تم تعيين الامير عبد الله بن مساعد، هل المشكله في الاشخاص ولا في النظام نفسه؟ اشوف هو عاده رجل يعني صاحب المسؤوليه او اللي على راس الهرم يكون هو يعني ضحيه ما يتم في الهرم. يعني اتذكر مره في بريطانيا تعطل قطار الانفاق المترو الاندر جراوند في لندن، واستقال وزير المواصلات في وقته مع انه ما هو اللي عطل الاندر جراوند او غيره. فانا اعتقد انه احيانا يعني التضحيه براس الهرم هي رسالة، لأنه والله تعالى يا من ستتولى العمل بعده لازم أنك تعدل في هذا الأمر. بس هل يعطى الشخص الذي يعين أو الشخص الذي يعفي، هل يعطى صلاحيات أنه يعين من يريد وينهض بالمكان اللي هو فيه بطريقته الخاصة، ولا هو مكبل بأنظمة وتعقيدات؟ والله شوف المفروض أنه يعطى كامل الصلاحيات، ولذلك أنا قبل شوي أنت طرحت سؤال ما كيف ينجح الأمير عبد الله بن مساعد. عبد الله بن مساعد ينجح إذا كان مع التيم يتماشى مع فكرة، يعني واحد جاي وفكرة خصخصة ويعمل أو المعاملات تمر على إنسان يتعامل مع يعني المعاملات الرياضية زي لو كان في يشتغل في وزارة الصحة ولا في وزارة الشؤون البلدية والقروية ولا لو كان في وزارة العمل. يعني في بعض الناس موظفين وليس لديهم الحس الرياضي. أنا أتذكر مرة من زمان يعني أول كأس ملك حضرنا لما صرنا في الاتحاد عام 2001، وواحد من المسؤولين الكبار في رعاية الشباب جاء وقال تصدق هذه أول مرة أحضر مباراة كرة قدم. فقلت لي يا أخي هذا الخبر ترى ما يسعدني، المفروض اللي يعمل في الرياضة لازم يكون عنده حس رياضي، لازم يكون يعرف يعني أهمية الرياضة وأهمية الشباب في قضايا، يعني قضايا بسيطة يعني من ضمن الأشياء اللي يعني وإن كانت طرفة لكنها تعطيك واقع. كان مرة المرات نعد ميزانية منتخب وأنا ماني مسؤول ولكني حاضر على يعني الإعداد ومناقشة الميزانية مع شخص مسؤول، ليس مسؤول من الصف الأول ولا مسؤول من الصف الثاني لكنه مسؤول وعنده قرار هو اللي يرفع توصية بالميزانية المعتمدة. فلما جاء وقالوا له أنه هذه الإعاشة حقتهم وهذه تكلفة الأكل حقتهم وكذا، فقال هذول اللاعبين وهذول كذا، طيب هذول الثلاثة وشو يعني ليش ضيفينهم؟ قال هذول الطباخين اللي يروحون مع المنتخب يعني لهم إعاشة. قال ورا ما يأكلون ملزدر. يعني هو تفكيره أنه يبغى يقلل يعني المصروفات بأي شكل. هذه في أحيان يكون عندك معسكر لمنتخب سواء يد طائرة سلة أيا كان ويحتاجون فلوس اليوم. إذا أنت تبغى تمشي بالنظام اللي يعني خلنا نشوف ونراجع وكذا، ياما صارت مواقف أنا شاهد عليها بأنه يعني منتخب يطلع وما بعد خذ شيء، لكن واحد من الناس اللي حريصين واللي يعني قلبه على ذا تلاقي أحيانا يدعم ويصرف من جيبه وبعدين يستعيد مبالغه. وبتشوف ناس واجد يعني في موجود على فكرة في المنظومة الرياضية وفي رئاسة العامة للشباب وفي الاتحادات وفي اللجنة الأولمبية ناس قلوبهم على البلد ويدفعون أحيانا أو يشتغلون بدون مقابل
واحيانا لهم مستحقات يتركون الرياضه وما اخذوها، لكن ايضا في ناس يتعاملون مع العمل الرياضي على انه عمل وظيفه يجي من الساعه 8 لثنتين ويؤدي عمله. يعني لو حطيته هنا في المنظومه الرياضيه مسؤول عن الرياضه والشباب، ولا حطيته في اي وزاره اخرى سيؤدي نفس العمل الروتيني. وايضا في ناس لا يتكسبون من الرياضه وجاي يدخل ويعني اثره، وانا نعرف هالشيء يعني مو موجود في الرياضه بس، موجود في جميع قطاع الدوله. ولذلك طيب. احنا نقول عبد الله مساعد عشان ينجح ابو عبد الرحمن يحتاج الى ناس من نفس فكره. ابو عبد الرحمن رجل معروف عنه انه نجح في البزنس ونجح في مشروع الورق، ورجل عنده كتاب 1000 ميل في خطوه واحده، انا انصح كل الشباب يقرونه لان فيه تجارب مهمه. والكتاب انا قررته على طلابي يمكن قبل حوالي 10 سنوات او 8 سنوات او 6 سنوات، كم انا دائما اقرر على الطلاب يقرون كتب. فكتاب 1000 ميل في خطوه واحده قررته على الطلاب اكثر من مره لانه فيه تجربه. فالرجل عنده تجربه وعنده فكر طيب. لكن لازم يصير مع التيم يتوافق. اليوم تتوقع انكم متواجدين في كاس العالم الجاي؟ احنا اسيا مصرنا نقدر ندخلها يعني. والله شوف، عشان اولا الموضوع يعني بالمؤشرات الموجوده بالدوري بالانظمه بالمنتخبات يعني هل عندنا مشروع تكتيكي فقط وردة فعل، ولا عندنا شيء استراتيجي واضح؟ شوف خلني يعني اقول لك، احنا المنتخب اللي عندنا اليوم اذا اهتم فيه كان في الشغل في الفئات السنيه جيد. انت الان مشكلتك ان الفصل بينك وبين انك تتاهل هو كوره سجلها مهاجم، يخطي فيها حارس، يخطي فيها حكم، هذه اللي تحكم في انك تتاهل او ما تتاهل. يعني احنا قبل في 2010 كنا نلعب مع البحرين في لعبنا مع كوريا الجنوبيه في الرياض، ومباراه كان يكفينا فيها هدف واحد والكره في خط السته مو راضيه تدخل، لو دخلت رحنا الجنوب افريقيا، راحت بدالنا كوريا الشماليه. وكوريا الشماليه يعني ما عندها الكره اللي عند السعوديه، ولكن هذه الكره في الرياض مباراه وكان يكفينا فيها ان احنا نفوز. لعبنا مع البحرين لان احنا يعني ما تاهلنا، فصار عندنا فرصه ان احنا نلعب مع البحرين. لعبنا مع البحرين في الرياض كان عندنا فرصة أيضا أن احنا نفوز، وفزنا يعني 2-1 في الرياض، والهدف سجلناه الظاهر في الدقيقة 91، وفي الدقيقة 92 و 93 سجلت البحرين التعادل وتأهلت البحرين. إيه بس أنت إيش يوصلك للمباريات هذه؟ أنت ليه ما تحسن من بدري يعني؟ أنا قاعد أقول لك أن أنت كان بالإمكان أنك تتأهل على أنصاف فرص ما تحققت، لكن المشروع اللي تكلم عنه 2006 لما انتهي طلعنا من كأس العالم، الأمير رامي فيصل كان له تصريح قال لن تصل السعودية لكأس العالم إلا إذا كان عندنا احتراف خارجي. في ذيك الفترة 2007 ياسر القحطاني كان عنده فرصة يحترف في مانشستر سيتي، ومع الأسف فيه عقليات رفضت هذا الاحتراف، وفي ناس في داخل يعني نادي الهلال، في ناس في الإعلام، وفي ناس جماهير، وفي ناس مسؤولين وقفوا ضد هذا الاحتراف وما تم. ولو ياسر القحطاني راح قد لا ينجح مانشستر سيتي، لكن لو فتح المجال لغيره في لاعبين مؤهلين. بس دكتور حافظ، يعني اليوم انت لما نشوف عقود اللاعبين في السعوديه في عقود الحقيقه مبالغ فيها. صحيح، هذا اللاعب وجالس عند يعني عند اهله هنا 100% وقاعد، هذا كيف اساسا يكون عنده طموح؟ يقول لك انا والله باخذ 25 مليون هنا ولا 15، ممكن ترى بمستواه ممكن ما ياخذ المبلغ اذا راح انجلترا ولا راح اي بلد ثاني، لكنه يعني يستفيد خبره، يستفيد شيء. يعني انا اقصد انه ما في شغف، ما في اغراء، ما في حاله معاناه عند اللاعب السعودي. شوف اليوم صعبه انك تلاقي، ما اقول لك مستحيل، لكن صعبه تلاقي اللاعب، يمكن ضيفنا اليوم على السحور يقول الكلام ذا اكثر مني، صعبه تلاقي اللاعب اللي يقول لك والله انا ارضى اني اخذ نص الدخل اللي اخذه في السعوديه واروح العب في دوري اليونان ولا بلجيكا ولا سويسرا. انك انت يعني الفرصه اللي صارت لياسر يعني فرصة نادرة خدمتنا فيها الظروف. النادي كان في ذاك الوقت قبل ما يشتريه مانشستر سيتي، قبل ما يشتريه الشيخ منصور بن زايد، كان يملكه شخص تايلندي، والشخص التايلندي جاي للسعودية في صفقة بزنس، وكان يتكلم مع الرجل الأعمال اللي في المنطقة الشرقية وقال أنا أبغى أجيب لاعب آسيوي، وقاعد أفكر في أني أجيب لاعب عراقي أو لاعب يعني هذا تفكيره. فقال لي يا أخي ذيك السنة 2007 أفضل لاعب آسيوي كان ياسر القحطاني، ليش ما تجيب ياسر القحطاني؟ قال يلا. فصارت صدفة أنه كانت فرصة انفتحت. وعلى فكرة ترى الصدف ذي هي اللي تخلق الفارق. اليوم احنا نشوف مثلا لاعبين زي محمد صلاح ولا يعني أمثاله من اللاعبين اللي محمد صلاح يلعب في تشيلسي، لكنه بدأ في دوريات أقل وجاء على نفسه وتعب وعانى. ما أتوقع أنه في لاعب سعودي ممكن أنه يسوي هالشيء ويضحي. ولذلك فكرة تحديد سقف أعلى لمجموع رواتب اللاعبين، انا ضد الفكره المطبقه حاليا انه راتب اللاعب ما يتجاوز 200 ألف في الشهر،
لكن انا اقول لازم سقف لمجموع زي السالري كاب اللي في امريكا، لما تنظمه بيكون في حد، بيكون في تقنين للعقود. وين كيف عندك عضو شرف من هنا، عندك عضو شرف 100% والله النصر بياخذونه ولا تدخل عضو الشرف، والله الهلال بياخذونه وتدخل عضو الشرف، يعني باقيين عندك اللاعبين، باقي لازم اللاعب اساسا ما يعني. راح نتاهل، اقول لك الكلام ده، لن نتاهل لكاس العالم ونصنع فارق اذا لاعبينا كلهم يلعبون في الدوري السعودي. طيب. اذا ما عندك لاعب يلعب في اوروبا، 3-4 لاعبين يلعبون في اوروبا ويحتكون مع الاحتراف الحقيقي، يحتكون مع اجواء المباريات. يا اخي احنا لعبنا في اخر كاس عالم 2006 انا موجود، المدرب قال ترى مباراتنا الثانية كانت كرواتيا أو أوكرانيا، كرواتيا أعتقد، قال إنه الملعب ممطر فألبسوا اللونج ستادز اللي هي المسامير الطويلة، لاعبين بس اللي يلبسوها، لاعبين فقط، وشفنا لاعبين يزلقون ونهزمنا بأربعة، يعني مباراة مفروض إحنا ما نخسر بهالنتيجة. تزلج كان. أنا يعني قاعد أقول لك إنه يعني هذه الأساسيات، الوعي الثقافة، هذه الأساسيات تتغير لما طيب. تلعب برا. عموما فقرتنا هذه انتهت، استاذنك واستاذ المشاهدات والمشاهدين، في فاصل بعد ذلك راح نكون في السحور مع يعني ضيوف محبي للدكتور حافظ، لكن ضيوف ايضا نحبهم، واحد منهم له تاريخ مهم جدا في كاس العالم، وايضا احدهم ان شاء الله يكون عنده دور ايضا مهم في الرياضه السعوديه كاداري بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لهذه الليله، نتحدث حلقتنا خاصه عن كاس العالم. ارحب بضيوفنا الدكتور حافظ المدلج، الكابتن محمد الدعيع اللي مثل المملكه 4 مرات في كاس العالم، ذكريات فيها فرح وفيها زعل برضو. ايضا ارحب بالاستاذ احمد العقيل، اهلا وسهلا بك، المهتم بالشان الرياضي وفي الاتحاد السعودي ايضا. اليوم انت لما محمد تشوف كاس العالم 2010 و2014 السعودية غير موجودة فيه، تشوف المشكلة وين؟ اللاعبين تغيروا، أنتوا جيل لا يتكرر، كنتوا صدفة مثلا، طريقة الإدارة كانت مختلفة. لا يعني شوف، هي الكرة طبعا كل جيل يختلف الجيل اللي قبله واللي بعده، لكن للأسف حنا يمكن في الأوان الأخيرة قعدنا نهتم بالتنظيم الإداري أكثر من التنظيم الفني، اللي إحنا يمكن الاحتراف صارت انتو مع الدكتور حافظ، يمكن قلت انت المبالغ الخياليه في الاحتراف اعتقد هي اللي اثرت علينا، يمكن اللاعب الان لا يفكر بالماده ولا يفكر وش يقدم داخل بالمستطيل الاخضر، وهذه ضرتنا كثير صراحه. وتعرف النواحي الاداريه الحين الاتحاد السعودي يمكن الانتخابات والانتخابات هذا قعدنا نهتم بالتنظيم واتحادنا وتنظيم اتحادنا ولجان كثرت، ولكن للأسف الشديد أنه الشيء المهم اللي هو اللاعبين وكيف أطلع لاعبين مستقبل أنهم يشرفوننا بالمحافل الدولية سواء سويا أو عالميا حتى خريجين، للأسف الشديد كنا احنا تراجعنا كثير بالأوان الأخيرة، كله السبب أعتقد أنه الاحتراف والمبالغ الخيالية واهتمام الاتحاد بالتنظيمات اللجان واللجان والانتخابات والأشياء هذه، ومثل ما قلت لك نسينا الشيء المهم، السلاح اللي تعرف فيه هو اللاعبين، إذا ما عندك لاعبين مهما نجحت بالتنظيم ومهما نجحت باللجان والانتخابات ولكن ما عندك أشياء فنية ما أعتقد أنك رايح تصل للشيء اللي تبقى معك. رأيك أيضا؟ والله طبعا يعني أكيد يحزن أي واحد سعودي أنه تقام كأسين عالم بعد وعدم تواجد المنتخب السعودي لا في 2010 ولا في 2014، عاد فكيف شخص مثلا رياضي او في المنظومه الرياضيه اكيد بيكون زعل مضاعف اكيد، لكن انا اشوف يعني طريقه التعامل مع اللاعبين يعني ما تغيرت، يعني جيل 94 جيل 98 جيل 2002 2006 اللي راحوا الكاس العالم كانت في طريقه التعامل مع اللاعبين من الجوانب الاداريه كانت مميزه ولكن مناسبه لهذلك الوقت، الان الوضع اختلف، الان اللاعب الظروف المحيطة فيه اختلفت، ممكن أنه يعني نقدر نقول مثلا أن اللاعبين السابقين أفضل من اللاعبين الحاليين، ولكن ليس كل اللاعبين السابقين أفضل من كل اللاعبين الحاليين، يعني زي ما كان فيه في السابق لعيبة جيدين ولعيبة سيئين الآن فيه لعيبة جيدين ولعيبة سيئين. أنا اللي أشوف أنه النواحي الإدارية في طريقة التعامل مع اللاعب وسط الظروف المحيطة الجديدة
من وسائل تواصل، من صداقات، من أمور كثيرة، من طبيعة وضع اللاعب وفكر اللاعب. يعني اللاعب مثلا يعني لما نجي نقيس مثلا في بحكم معنى محمد دايع، لما نقيس محمد دايع مثلا وليد عبد الله، لن نتكلم عن الأمور الفنية، ولكن في وقت محمد دايع لما كان حارس كانت طموحه أو الأمور المحيطة فيه ميب زي الحاجات المحيطة في وليد عبد الله. لكن الإداري اللي كان مع محمد الدعيع نفس الفكر الآن هو اللي مع وليد عبد الله، وهذا اللي المفروض أنه يختلف. يعني الفكر الإداري المحيط بجميع اللاعبين في السعودية لا زال ما تطور بالشكل المطلوب اللي ممكن أنه يهيئ اللاعب بشكل مناسب للمنافسات أو المباريات الحاسمة والصعبة للوصول إلى طيب. كأس العالم. أنا سألتك سؤال دكتور بس ما جاوبتني عليه بشكل واضح. بالمعطيات الحالية ممكن المملكة تكون في كأس العالم الجاي؟ أنا أعتقد ممكن إذا نحن اشتغلنا من الآن على كأس العالم 2018. إذا احنا بنغير كل 6 شهور مدرب، وإذا أن احنا يعني في لاعبين بيدخلوا منتخب بعدين لأي سبب كان يبعدون ولا عاد أحد يهتم فيهم، المفروض حتى اللاعب لما يترك المنتخب، يعني قصدي لما ما ينضم للتشكيل سواء الإصابة أو انخفاض مستوى، يكون على علاقة بالمنتخب مستمرة بحيث أنه لما يرجع يكون قريب. يعني احنا مع الأسف تلقاك مثلا تشتغل على منتخب فترة طويلة وبعدين قبل النهاية قبل كأس العالم مدرب جديد أو قبل التصفيات مدرب جديد ولاعبين جدد والفريقين مختلفين. يعني أتذكر في بطولة من البطولات يمكن المدرب استخدم أكثر من يمكن 60 لاعب في فترة وجيزة في تصفيات، فمستحيل أنه هذا يصير. يعني أنت اليوم تشوف المنتخب الألماني مدام أنه هو اللي فاز بكأس العالم، يا أخي هذول هم مولر وشفانشتايجر وكلوزا ولام ونوير، هذول هم هذا هو عصب الفريق اللي مستمر من سنوات. ولذلك قضية الديمومة والاستمرارية مهمة. إذا اليوم قلنا نبغى نتأهل كأس العالم 2018 وقررنا أنه نختارنا مجموعة مثلا خلنا نقول 20-30 لاعب، وهذول اللاعبين هم اللي يدور فيهم المنتخب، ممكن يتغير 1-2 لكن يبقون ومعسكرات ومع بعض ويستمرون. أنا أعتقد يعني آسيا لها 4 مقاعد، خلنا نقول أنه اليابان وكوريا وأستراليا يعني مقاعدهم شبه مضمونة في كأس العالم إلى حد ما. المقعد الرابع هذا إحنا نتنافس فيه مع إيران ومع يعني دول الخليج ويعني أوزبكستان، إحنا أفضل منهم كلهم. يعني إحنا زمنا إيران في إيران، ودول الخليج كعبنا يعني عليها عالي إذا رغبنا. الفترة الأخيرة الإمارات مستواهم كويس، الإمارات مستواها كويس ليش؟ الإمارات عندها فريق هذا ويلعب مع بعض من فترة مستمرة، ومدربهم يعني لا زال معهم من يعني سنوات طويلة. طيب. إذا نبغى نتأهل كأس العالم 2018 نتخذ القرار اليوم، وأنا أضمن لك يا أخي السعودية فيها موارد. طيب. لكن أنا قاعد نغير كل شوي. قال الدكتور حافظ واستذكر تصريح الأمير نواف بن فيصل إنه إذا ما عندنا لاعبين محترفين خارج المملكة في أوروبا وفي الدول اللي عندها دوري قوي ما راح نوصل كأس العالم وما راح ننافس على كأس العالم. تتفق مع هذا التصريح؟ ننافس على كأس العالم؟ يعني ندخل في الدور 8-16 يعني. خلنا نتأهل أول شيء. إيه. بعدين ننافس. يقصد يعني إنه ما راح يعني ما يعني راح تكون حتى دخولنا وصولنا كأس العالم راح يكون صدفة ربما. بس كأنك تضمن الوصول دائما تحتاج إن اللاعبين يكونوا محترفين. والله شوف لي أنا دخلنا كأس العالم 4 مرات. ولا لاعب محترف خارجي، وهذه أعتقد أنه يذكرها الدكتور حافظ. 94 ما عندنا أي لاعب، 98 ما عندنا أي لاعب، 2002 2006 ما عندنا أي لاعب محترف وتأهلنا. إحنا عندنا لاعبين، ولكن للأسف الشديد أن الأندية تتمسك بلاعبينها. يعني كل تفكيرنا أي إدارة تجي، سواء أنا ما أخص نادي واحد، جميع الأندية رؤساء الأندية كلن يفكر بالوقت اللي هو يقضيه في النادي، كلن يجر النار لقريصه. ايه يعني للاسف الشديد انا يعني يمكن اظلم كلمه انا 98 ما اقول لك 94 اللي تاهلنا دور 16، 98 انا جتني يمكن تقريبا 3 عقود او 3. وليش ما رحت؟ ما رحت لان الانديه النادي حقي كان انا كنت بالطاي اول، طلبونا يعني نادي انجليزي ب 4 مليون جنيه استرليني، غلطه صارت تركي ب 3 مليون دولار، يعني قالوا بعد كأس العالم ممكن نجيب 6-7، يعني راحت الفرصة هذه. وهذه ترى هذه مشكلة، احنا التفكير الإداري مثل ما قال أخوي أحمد أنه مشكلتنا احنا أي رئيس نادي يجي يبغى ينجح بالفترة المقتية. يعني ياسر القحطاني وتكلم أنه
جاءوا عقد من نادي انجليزي، لكن ما هو بالعقد اللي شراه محمد بن فيصل او فيصل بن سعود والد الامير محمد، انهم شروه تقريبا حدود 27 مليون. لكن لما انا يعني يجيني نادي انجليزي ويطلب 3 مليون 4 مليون جنيه استرليني، طبعا ما يقارن بعقد الهلال. يقول لك انا، وبرغم كذا انه الامير محمد ايد الفكره انه بيفتح الاحتراف الخارجي للاعب، انه ياسر القحطاني لو راح ذاك الفتره كان الحين يمكن خذ معه يمكن تقريبا 3 إلى 4 لاعبين، لان للاسف الشديد الانديه الاوروبيه او السماسره بمعنى الاصح انه يقول لك اللاعب السعودي لا يمكن انه يعيش، خلاص في صوره ذي لا يمكن انه يعيش في اوروبا، او ما يمكن ما يطبق الاحتراف واشياء ومدلع بنفس الوقت. يعني انا فيه كذا مره تقابل مع مدراء اعمال لكن اجانب، ما هم الخليجيين اللي يشلونك من النادي ويودونك من نادي من نفس المنطقه، تعاملت معهم يعني قالوا انتم كذا وكذا، يعني اشياء ذكروها اعتقد ان يمكن ما هي فينا صراحه. ولكن الفكره اللي خذوا عنا هذه راحت لاوروبا. لو لاعب واحد فقط انه ياسر القحطاني او اسامه هوساوي نجح بال النادي راح لمه بالهذا، ولكن للاسف الشديد احنا رؤساء الانديه هي اللي يمكن سبب. اللاعب ايضا ما عنده جراه، يعني ممكن لا ما يقدر اللاعب. انا اذا جاء 20 مليون هنا وجاء مثلا 10 هناك قال لا خلني على 20 هنا افضل. لا لا لا، في لاعبين اعتقد انه ينظر طيب قدام. يعني شوف الفرق، اللاعبين الايرانيين علي داي وكذا لاعب ايراني احترفوا بأندية درجة ثانية في ألمانيا، ولكن بعد سنتين علي داي بايرن ميونخ أفضل فريق في ألمانيا. يعني ما يمكن أنك تجي على طول تطلع من الدوري السعودي تروح للفريق، لا لابد أنك أنت الحين. إحنا ما نتكلم عن الفريق الأول، نتكلم عن الفريق الأولمبي أو الفريق اللي مثلنا بكأس العالم مع خالد القروني. المفروض هذا أننا نوزعهم على أندية درجة ثانية أو درجة أولى عندهم، على أساس أنه سنتين ثلاث سنين يمكن تلقاه بال. انا متاكد علي ان عندنا في السعوديه على الاقل 5 لاعبين افضل من محمد صلاح اللي يلعب الان في تشيلسي، متاكد مليون في المية. بس هو مثابر مجتهد، لانه مثابر مجتهد ولاح ولعب في دوريات مغموره. وبعدين يعني مورينيو جابه الى تشيلسي ويلعب الان. يعني انت لما يعني ما تخيلنا في لاعب سعودي ممكن يلعب صح. يلعب على وقت انتهى على الحبسي على الحبسي. وقت انتهى. شكرا لك دكتور حافظ المدلي، شكرا لك كابتن محمد داير، شكرا لك استاذ احمد العقيل، ممتن جدا لتشريفكم اليوم. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعني في عام 2018 نحتفل بانه المنتخب السعودي ان شاء الله وصل كاس العالم وطلع لدور 16 او دور 8. تفضل السحور، احب اودع المشاهدات والمشاهدين. اشكركم دائما لانكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في هلا. ضيفنا غدا هو الكاتب الكويتي الأستاذ فؤاد الهاشم. في أمان الله.